العقيد طارق ربيعان المتحدث الرسمي باسم المرور. مرحبا بك عقيد طارق. مرحبا بك. معك. الله يحييك عقيد طارق. هناك يعني تبادل أو تداول بعض الناشطون يعني في مواقع التواصل الاجتماعي رفع المخالفات للحد الأعلى، نريد أن نأخذ منك اليقين في هذا الخبر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة أشكركم جزيل الشكر على يعني تسليط الضوء على هذه النقطة بالذات، اللي يعني صراحة صار فيها أخذ وعطاء يعني مساء البارحة بسبب يعني فهم مغلوط لأحد التغريدات الموجودة في حساب المرور، اللي انبنت أساسا على خبر مغلوط بأحد الصحف أنه صدر قرار بعدم رفع مخالفات أمورية لحد الأعلى. نعم. طبعا الكلام هذا غير صحيح، جميع المخالفات أمورية بجميع جداولها وفئاتها ترتفع للحد الأعلى بعد مضي 30 يوم من تسجيلها بالنظام إذا لم يقوم المخالف بسدادها. لكن اللي تم استثناء من ذلك هو اللي هو المخالفات المغلظة اللي صدر لها مرسوم من مجلس الوزراء وبدأ العمل فيها يعني غرة محرم هذا العام 1938، اللي هي الجداول رقم 5 و6 و7، اللي من ضمنها يعني عشان أقرب الصورة للسادة المستمعين والمستمعات، اللي هو من ضمنها اللي هو تجاوز الإشارة أثناء الضوء الأحمر، وكذلك اللي هو مثلا السير المركب بدون لوحات أو لوحات غير عائدة لها أو لوحات غير نظامية أو طمس في معالم المركب، مثل اللي الأشخاص اللي يقوم بوضع لاصق على اللوحات خاصة أثناء وجودهم أو سيرهم على الطرق السريعة عشان اللي يكون يعني للتفادي اللي هو رصد الكاميرات الرصد الآلي. نعم. وكذلك اللي هو القيادة تحت تأثير المسكر، كل هذه تعتبر مخالفات مغلظة لا يتم يعني ارتفاع الحد الأعلى بعد مضي 30 يوم حتى لو لم يسدد يعني صاحب هذه المخالفة إلا بقرار من هيئة الفصل، لا بد يصدر قرار من هيئة الفصل لرفع الحد الأعلى. يعني مثلا واحد تجاوز الإشارة أثناء الضوء الأحمر راح ينزل له مباشرة يعني خلال أيام معدودة مخالفة تجاوز الإشارة بقيمة 3000 ريال. نعم. ما راح ترتفع إلى 6000 حتى لو جلس أكثر من شهر يعني تجاوز. نعم. المدة إلا لازم يكون هناك قرار من هيئة الفصل لرفع الحد الأعلى اللي هو 6000 ريال. لكن بقية المخالفات فاضطرينا ننزل جميع جداول المخالفات اللي هي 7 جداول مخالفات، اضطرينا ننزلها مع التوضيح المبسط مساء البارحة بحساب المرور السعودي بتويتر، هو حساب رسمي للمرور، وأنصح الجميع حقيقة دائما يأخذون المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم الالتفات إلى بعض المواقع الإعلامية اللي يعني بعضها يعني يفهم بعض المعلومات أو الأنظمة. نعم، لأن لم يحدث هناك حتى الآن فهم للآلية المتبعة لتصنيف المخالفات عقيد. لا لا، أنا ما أعتقد أنهم حتى الآن، لأنه التوضيح اللي صدر يعني مساء البارحة كفيل إن شاء الله تعالى لإيضاح بعض يعني الخلل أو سوء الفهم لهذا. هو شيء النظام ده معمول فيه من زمان، لكن اللي أثار قصاصة خبر في أحد الصحف السعودية وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، واضطرينا أنك نقول أنه الخبر هذا ما هو غير مقصود فيه جميع المخالفات، المقصود فيه فقط المخالفات المغلظة اللي صدر لها حسب يعني مرسوم الملكي في مجلس الوزراء هي اللي تستثنى من رفع الحد الأعلى إلا بقرار من هيئة الفصل. أما بقية المخالفات يعني جميع المخالفات ترتفع إلى حدها الأعلى بعد مضي 30 يوم في حالة عدم السداد، يعني بعد 30 يوم من تسجيلها بالنظام، ما عدا جدول 5 و6 و7 وهذه تم نشرها بحساب المرور السعودي، وأنا أعطيت كلام بعض الأمثلة على المخالفات هذه، خاصة المخالفات اللي ترصد بكثرة مثل تجاوز الإشارة الضوء الأحمر، هذه 3000 تنزل مباشرة، ما ترتفع إلى 6000 إلا بقرار من هيئة الفصل. أما بقية المخالفات الجدول 1 و2 و3 و4 هذه مباشرة تلقائيا بعد مضي 30 يوم ترتفع إلى حد الأعلى في حالة عدم السداد. فيما يخص جدول التفحيط أو مخالفات التفحيط اللي يعني نزل كذلك، معروف التفحيط المرة الأولى والثانية والثالثة هذه ثابتة ولا لها علاقة بالحد الأعلى والحد الأدنى، زي ما هي المرة الأولى 20,000، المرة الثانية 40,000، المرة الثالثة 60,000 ريال، ويشمل كذلك حد السيارة المرة الثالثة اللي هي مصادرة مركبة ويستثنى منها اللي هو السيارات المسروقة أو المستأجرة تسلم لأصحابها ويحاكم الشخص المخالف ويعني يحاسب عليها جنائيا أموريا،
ولا يعني يصدر لأصحاب السيارات المتأثرة من قيم مالية يدفع هذا الشخص المتسبب. نعم، شكرا جزيلا لك عقيد طارق ربيعان المتحدث الرسمي باسم المرور. خبرنا الثاني يقول دمج مرحلة رياض الأطفال بالصفين الأول والثاني الابتدائي. معنا في هذا الخبر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي. مرحبا بك أستاذ مبارك. أهلا ومرحبا بك دكتورة حلابك. مرحبا فيك أستاذ مبارك. يعني كيف سيحدث هذا الدمج؟ نريد أن نفهم آليته. هي دراسة الآن دكتورة، هذا تشكيل اللجنة الآن لدراسة هذا الموضوع وتحديد يعني وتشخيص الإيجابيات، الجوانب الإيجابية والمعوقات ومدى إمكانية تطبيق هذه الفكرة. إذا ما علمنا أن التنفيذي واحد والتنفيذي اثنين، هل يمكن طبعا مرحلة يختلف فيها المجموعة الطلاب والطالبات، هل يمكن أن تستمر للصف الأول والصف الثاني؟ ما مدى يعني تهيئة المناخ والأجواء التربوية والتعليمية المناسبة لهم؟ هل فعلا هذه الفترة ممكن أن تحقق نتائج يعني إضافية وقيم تربوية إضافية لهذه المرحلة؟ فالفكرة هي فعلا دراسة هذا الموضوع خلال 3 أشهر، وتقدم هذه اللجنة مرئياتها وتقدم نتائج هذه الدراسة الموضوع، وبالتالي يبنى الخطوة اللاحقة تبنى على ما ترفع به هذه اللجنة وما تتوصل إليه. وهذا الموضوع حقيقة طرح كثيرا وكتبت عنه الصحافة وسائل الإعلام المختلفة منذ فترة، وسبق أن يعني درسته الوزارة، وسبق أن هذه من الأفكار التربوية التي تطرح وطرحت في فترات متعددة، والآن الوزارة في صدد أنها تشخص هذا بشكل دقيق وتحاول أن تتعرف على إيجابياته وسلبياته ومدى تطبيقه في هذه المرحلة. صحيح، لكن أستاذ مبارك يعني إن نبغى نفهم شلون بيصير الدمج، يعني كيف بالصف الأول والثاني، يعني مرحلة رياض الأطفال يعني بيدمجون تحت أي يعني؟ تصير 4 مراحل تقريبا، تصير 4 مراحل متوالية، لأن عندنا تمهيدي واحد وتمهيدي اثنان، يصير مثلا بعدهما الصف الأول والصف الثاني ويتولى تعليمهم معلمات، هذه الفكرة. وتفصل البيئة، وتفصل البيئة في بيئتهم مستقلة، يعني بيئة مستقلة. بعد الصف الثاني ينفصل يلتحق الطلاب بمدارس الطلاب والطالبات مدارس الطالبات، يعني إذا ما رأينا أنه الخصائص والمرحلة العمرية متقاربة حقيقة بين التمهيدي اثنين والصف الأول في هذه المرحلة، وهذه تجارب حقيقة موجودة في كثير من الدول وتطبق حقيقة في كثير من المؤسسات التعليمية التربوية. فالوزارة تريد أن تحدد يعني مدى إمكانية تطبيق هذه التجربة، ما المعوقات، ما السلبيات، ما الإيجابيات أيضا، وبناء على ما تتوصل إليه هذه اللجنة خلال 3 أشهر وما ترقى به تتم الخطوة التالية في اتجاه التطبيق أو صحيح. أي خطوة أخرى. نعم، لكن أستاذ مبارك في تجارب يعني في بعض المدارس غير الحكومية تطبق هذا الدمج. نعم، وهذا من الروافد الإثرائية الآن التي ستخدم حقيقة التجربة ودراسة التجربة، ستخدم حقيقة اللجنة التي ستدرس هذا. ومن الأمور التي ايضا دفعت الوزاره الى ان تدرس هذا بشكل عميق وبشكل مفصل وبشكل موسع، لان هناك تجارب كما اشرت دكتوره نجحت هي وناجحه سواء في بعض المدارس الموجوده في المملكه المدارس في القطاعات الاهليه او في الدول الاخرى لها تجارب ناضجه وتجارب جيده في هذا المجال. نعم، الأستاذ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، شكرا جزيلا على مداخلتك، يعطيك العافية. أما الآن فننتقل إلى خبرنا الثالث. مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ينجح بصناعة أول طرف صناعي لطفل. معنا في هذا الخبر أحمد البلهان المتحدث الرسمي باسم صحة القصيم. مرحبا بك أستاذ فهد، أو عفوا أحمد. حياكم الله، يا مرحبا، الله يحييك. الله يحييك استاذ احمد. ان نبغى ناخذ منك تفاصيل اوسع حول هذا الخبر، كيف تمت هذه الصناعه، صناعه اول طرف صناعي لطفل؟
الحمد لله وشكر الله. طبعا المستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ممثل من قسم الأطراف الصناعية والتأهيل الطبي قام بتركيب طرف صناعي تحت الركبة لطفل يعاني من بعض التشوهات، والحمد لله تم تدريب الطفل عليه وحقق تقدم واضح في المشي على الطرف الصناعي. أيضا تم تصنيع الطرف بواسطة طاقم طبي سعودي متخصص في مجال الأطراف الصناعية وبإشراف قسم الأطراف الصناعية، ويعتبر تصنيع الأطراف الصناعية مستحدث منذ شهور لاستقبال الحالات التي تعاني من البتور أو التشوهات القلقية. أيضا تم تدريب الفنيين على عمل الأطراف الصناعية خلال الفترة الماضية. هذا الإنجاز يأتي كبداية لعملنا في تأمين الأطراف الصناعية للمرضى والمحتاجين في المستشفى. نعم، لكن أستاذ أحمد، هل تم تسليط الضوء بشكل مكثف عبر وسائل الإعلام في هذا الحدث؟ طبعا سيتم بإذن الله خلال الفترة القادمة تسليط الضوء على القسم والمصنع الذي تم فيه صناعة الأطراف الصناعية بشكل أوسع، والمقطع الذي نشر أو الإنجاز الذي تم الفترة الماضية طبعا أحببنا أن يكون بشكل مفاجئ، لكن تسرب المقطع وأحببنا أن ننشره، لكن بعد توفر كامل أو نجاح الطرف الصناعي بشكل نهائي. طبعا الطرف الصناعي الذي تم الآن هذا تجربة ولله الحمد نجح، وجاري الآن العمل على إخراجه بشكل نهائي بإذن الله. نعم، لكن هو بالفعل أول طرف صناعي؟ اي نعم، في قسم الأطراف الصناعية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد البلهان المتحدث الرسمي باسم صحة القصيم.